السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلي السلام يا صحاب تملك استاذ دوني ذاك التوكتان وحيدكم السلام يا سلام تسلامك تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيا إذن الله هاي وحاود عيني يا مسلمين انت حنوصل انه الهي عافية انت عافية ما تسن انه الهي وزيادية ان ما تحارب اصحابتي اذا انا اذن لو ذاقو كريم كي أد وايد نغو برتين نفقو كريم إن شاء الله تعالى إنو قاري مقالة ذا كيب تاون كيب تاون إنو قاري أيا إذن سو شيغي إن شاء الله تعالى أصحاب بدن أيا إذا سو ورستي دافع عالمك إن ميل كستوى لغي هري دونا إن شاء الله تعالى إن كستوى هذا ود ما خاص ويالو لكن عدة ديار أوا إني قادة تجملك وقادة أيدتك إسي فإليسو وإن لا سو حرير كرتاب بإذن الله تعالى جملة إيا تفاريق دن إسكو قيمة ما أها ولا بقيمة أي كليهين مرك حداد دريني سو إنا كو قادة الجملة وانا لا سو حري ريسا أصحاب كيف تون جوك تا قبلها ولا لي أو كيف تون جوكا أو إن بدن سو ويدي نفق كريم إن أما كريمة كلابا بإن الله تعالى وحايدين كيني ونفق كريم أد أغا مار بدونتان إن شاء الله تعالى كريمة بدن كان واكنا إيه هدو سريد ولي حيبا لابدا با واكفا إلي سنيسا ونفق كريم كان وامد كان وامد كلوغو تلقى لي فيس كا واركتان وا فيس فيس تونين كريم وحبدا ايو ان شاء الله تعالى كا عاون دونا حدا هاره ليداي حدا وجيغ نبره كا سو غاري سليده وحا كو جيرو او لوغو تلقى لي اصحاب تيدي قيبتا تجميل كلوغو تلقى لي مركان او وحا سو دن باب انايو مركو ميل كاست وا كهلي دونتا ان شاء الله تعالى وحا حد سر رسمي او غاري ساهر بيدن كوغو سو شيغني وحو سر رسمي او غاري اصحابتي دا وا مقدشو كينيا مرايكانكا يوروب قيب كميد ايو غاري ان اي ساوث افريكا ساوث افريكا وحا ايدين فريدو وا امال شيخ او ان شاء الله تعالى بيست ريزالت ايدن كا كينتي قبدا بدن وي قاتين قبدا حسن وحا رجينا ايغنا فيدباك وين لا سو وداغي دونان باذن الله تعالى حارم كوداشدين ان كريم كيمي كلام كرفاداي وانا لا سو خيرير كرتا ميل كاستا اد دنيدا كجوجتيد وخا رجينايا ميدكا كل يبانتو اكو افلحد انو نوقدو وايو واخ كيمي كلا وا لو رفااداي واخ يعني ان قبدها واي كو رفااداي وخي كولين مر ولبا كلا سو خيريران قبدها سومااليات واخ دبيعي منو هيسا واخ يعني وجيغينا او قروحنا كدغو انن دامج غارسينين انو هيسا مركو واخا يدين ليه كفايديستان نفق كريم وا ذا بيست وا ذا بيست كريم انت كريم استعماله ما شاء الله تبارك الرحمن ادي اد اي او نكستين هي ان ابايا سو سارتي وين كسو دداشي ان ان اي ددك يعني او جيركود او وخ غارو ديباتا غارو وي كسو دداشي مركو واخا يدين ليه كفايديستا نفق كريم وا كريم ما شاء الله تبارك الرحمن ان وحيال بدان اسق بدري دونتا ان شاء الله تعالى مركا انتا سو ودن او غاري كيف فائديسو ايو سن كو دافن ايان كو ليهي حدن وحان اد يادو وحان بليين اصحابتا كيب تون او غاري وحاكيه ليسان ان شاء الله تعالى ولاشين فتحة فتحة سليمان فتحة قلب لولا يوتيوب ايا ايدنا ليه دهي بين الله تعالى حدن ري كيب تون كيب تون وحوكيه لا بيالفيل ان مركا ان وي قانان ري كيب تون اي ري سود افريكا با ان بيالفيل ايا كيه ليسا ان شاء الله تعالى ان قبل كاليتو او اصغن اسلي اغير سيسيد وحاوي و بيئي دربن ايضا ان شاء الله ونكست ويك ايو قاريا قبل ولا شين فرحي يوم محمد علي تلفن كيد وايدين سو قردونا اصحاب دربن ان مركا كريم كان قبلها مركا اركان وحيلين كريم كان وايري هاي كبودقا وين كان وحاير ان كان فيس كاير وحا قدها كجرا ايا كبدا و يعني انا وحا اسلاي بلاس ماينس وحير ايا لغا استعمالا ان وحكو هاينايا almost darbrado ku hayna cream kan waayo wax yariis ayaa ka isticmaalaysa wax badan kama isticmaalaysid insha Allah ta'ala ka boodiga in yar ilaahay baan ku dhaartay in yar hadaa marsti gacmahaaga bismillaah ma sha Allah ayaa noqonaysa marka waxa idin leeyahay ka faa'iideysta meel kasta aad dunida ka joogto wadamo kale fara badan waa u soo wadna waxa rajaynayaa inuu caalamka meel kasta uu gaaro oo meel kasta uu qabsado insha Allah ta'ala marka hadaad tahay qof hada maanta ugu horeeyso waa nagu soo biiri kartaa waa soo tijaabin kartaa wixii feedbackna waa nala soo wadaagi doontaa waxaana soo wadnaa gabdha feedbackyo badan ka soo bixiyay waayo wajigaaga ilaahay baan ku dhaartay waxa dareemaysaa naacim inuu ku noqonayo maasha Allah hadda qalayl tahay iyo hadda oyl tahay labadaba uu ku asiibaya
انا هاد وجهي هو وجه سليد سليد بدن ما لها قليل ما اها وجهي قليل كو اوغ دوهي وجهي سليد ايا اوغ دوهي صح صوت هاينا و انا سيبي ان كاستو شامبد ان كو دقدو اي شامبد اي تاهي مد انت بدن سيتراس كلينسا اما الوفيرا لبدا سان استعمالا او لوغ تلا غلاي ان اويل سكينكا مد اويل سكينكا ايا استعمالا اما نورمال تو اويلي لبدا و انا غدتا هدا استعمالي فيس وشوي wajigaaga du face wash ka dhisan yahay oo safi aan aad maxaa dhihi jiray wajigaaga u soo nadiifisid waxa kale tan way ku naasibayaan insha Allah ta'ala asxaabteed hadda midkan aan aragtaan waa midka boodiga saw aragtaanba midka boodiga waa laba nooc midna oilka ayaa aad ugu badan midna oilkiisa aad uma badno markay gudaha marka saa u fiirisid ayaa arki doonta insha Allah waan ku soo kala qori doonaa إن شاء الله تعالى كريمة بدنا وصوتنا إن وحنا كلا صار الدونا إن شاء الله تعالى متك أويل كأ يمتك وحنا كلا صار الدونا متك إن وجه قليل كأ يمتك وجه سريد له ربع حبة يعني كلا صار الدونا هذا متكن ونورمال فيس كأ هذا قليل كأ يعني وانفع يا هذا وجه سريد ديس إن نورمال تاين وانفع يا بإذن الله تعالى فيدباك بدن أي قصاب حين دونا صار جيناي فيتامينات بدنا ويدين كوجيران أصحاب كابتن تلفون خاصة إذن كوجسوا قرية إن شاء الله تعالى كفى إذا استكريم كان حتى جملة قرطة إيه حتى تفارق قرطة وكلباء بإذن الله تعالى ميت كير إيه ميت كوين إن مركو حن كلية إن لسه حرير حتى كين جوكتت إن حنو جوكتو إن عائشة إنو جوكتو مرأي كان قصد حق برد أيه كوجوان فلسن إيجابي أبايا خلي كوجوان كان ذو كلو جاري يوروب إن شاء الله قيابة كم يدو جاري مركو حيد الله هاي سور الوادة قعمة فرن إيه قلب فرن بقى كوسو الوادة aag waxa dusha ka arkayna waxa ku jira ayaa ka qiimo badan in saas la yahay 100% saas la yahay dushiisa wax macna ma sameeyneyso laakiin waxa gudaha ku jira ayaa aad iyo aad u qiimo badan marka waxa idin leeyahay jirkaaga mar walba waxa ku dadaasha waxa tayada leh shayba shaybu ka fiican yahay saaxiibtayda oo ka qaalisan yahay wana ka manaafaad badan yahay marka maanta waxa idin wadnaa aniga iyo dhamaan gabdhahaas saaxiibtayda oo ee saaxiibada ay filsanka ah ay u weyn tahay karemadaas ayaa idin soo saarnay ka faa'iideysta ayaa idin leeyahay meel kasta durida ka joogtaana uu ku soo gaari doonaa in asxaabta joogto in kibtoon aan ku soo celinaya ayuu ku socdaa fiidiyowgan maanta hambali hambali ayaa idin leeyahay abaaye waxa uu tagaysan Bialville in Shamsa Abdullahi dukaankeeda oo Bialville ku yaalo nambarka gabdha qayb waan siiyay qayb kalena waan u soo qori doonaa insha Allah ta'ala oo halkan ayaan ugu soo qori doonaa marka yuusan ku dhaafin yan laga dhameysan insha Allah ta'ala waxa idin rajeeyaa waa khair iyo wanaag waxa idin la hadlay waa walaashin amaal sheekh amaal kukin waxa idin kaga tagayaa meel kasta aad dunida ka joogtaanba qurux iyo nimca ku noolaada soo dhawaada habeen wanaagsan tahay habeen u tahay intee maal u tahayna asxaabteedu waxaan leeyahay maalin wanaagsan waxa idin kaga tagayaa hee waa intaas iyo nafaqo kareem إن وحيدك عصني أصحاب تيدنا سي شير قريسان سي أصحاب بدان إيو غفا إليستان إن شاء الله تعالى نغو تاغير إن الشير نحديد وحبدان أي نوقة بنيسا لايك تا وحبدان أي نوقة بنيسا إن شاء الله تعالى وحيدين كغتغابة وحبيب ونغسان إيو والسلام عليكم ورحمة الله.